آن لهذا الفارس أن يترجل بعد حياة حافلة بالعطاء ومسيرة زاخرة بخدمة الدين والوطن والسعي في مصالح الناس والانحياز لقضايا الوطن الكبرى. فالشيخ صالح عبد محفل رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح ريمة كان مربيا ناجحا وداعية حكيما وسياسيا بارعا واجتماعيا معروفا يضرب بسهمه في كل مجال من مجالات خدمة المجتمع. الأستاذ صالح عبد الله محفل خسره الوطن وفي هذا الظرف بالذات وفي هذا المنعطف الخطير الذي يمر به الشعب اليمني، سيرته العطرة من السبعينات وهو في الدعوة إلى الله والإصلاح في ذات البين، الرجل القدوة، الرجل المربي، الرجل الذي هو يصح أن يقال عنه أمة، فطلابه وأتباعه وتلاميذه يعني الكثير يعني عدد كبير. حشود من المشيعين منهم قيادات عسكرية ومدنية وشخصيات اجتماعية، يتقدمهم محافظ محافظة ريمة اللواء محمد علي الحوري، ذكروا مناقب الفقيد الذي لمس أثره على مستوى المحافظة من خلال دوره الريادي في مسيرة التعليم والتنوير ومشاركته في المجالات الخيرية والاجتماعية وتعليم العلم ونشر الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل. نودع خامة من أبناء اليمن، أبناء ريمة، الشيخ المناضل الفاضل صالح عبد الله محفل رحمه الله، هذا الرجل المجاهد المناضل في تربية الجيل وفي الإصلاح ذات البين، وله مواقف مشرفة وكبيرة جدا. رحم الله الفقيد وأسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى في الجنة. شارك الفقيد في العملية السياسية وانتخب رئيسا للمكتب التنفيذي لإصلاح ريمة وعضوا في مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح، فكان له دور بارز في تجسيد منهج الإصلاح ونظمه وأدبياته في البناء التنظيمي والتعامل مع الآخر من خلال الحوار البناء والتعامل من منطلق الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة، ما عزز من تقوية النسيج الاجتماعي والحفاظ على وحدة المجتمع. الوالد ذهب إلى ملتقى أعماله وإلى مبتغاه، عشنا معه صائما قائما طيلة حياته، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، يدعو إلى الخير ويعمل به ويرشد الناس إليه. ظل الفقيد حتى آخر حياته منحازا لقضايا الوطن، يضع يده في أيدي الخيرين من أبناء اليمن للنهوض به وإخراجه من المنعطف الحرج الذي يعيشه. محمد القليصي لقناة سهيل، مأرب.